يستضيف وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز بمختلف درجاتها بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية. يأتي ذلك استمرارا لنجاح الوادي في تنظيم بطولات الفروسية محليا ودوليا. في إطار اهتمام الدولة بدعم الرياضة الفروسية وحرصا من وزارة الداخلية على الارتقاء بهذه الرياضة، احتضن وادي الفروسية التابع لوزارة الداخلية والمطل على بحيرة عين الحياة بالفسطاط بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية نهائي بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز. شهد الوادي تنافسا كبيرا بين الفرسان على ملاعبه ذات المقاييس الدولية وعلى مدار 5 أيام، بعد أن هيأت الوزارة كافة الملاعب ومنها ملاعب الإحماء لتكون مستعدة لاستضافة كافة فعاليات رياضة الفروسية محليا ودوليا. النهاردة بنشوف وزارة الداخلية وهي بتطور الفروسية، ده معناه ان احنا بنبني لمستقبل ولادنا في رياضة زي ما بنبني كل الرياضات الاخرى في الالعاب الفردية وغيرها من الالعاب الجماعية. اراضي هايلة ومشاركة عظيمة، بقالنا فترة ما شفناش نهائي بالاحتراف ده، الحقيقة ما فيش غلطة يعني. شارك في البطولة 114 فارسا وفارسة من مختلف الهيئات والأندية الرياضية ب 120 جوادا تباروا في قفز الحواجز من مختلف الارتفاعات وسط إشادة بإمكانات الوادي الكبيرة. A real privilege to be here in such a really really beautiful equestrian center owned by the police. I'm staying in the hotel on site, but I must say that the footing that the horse is jumping on and is excellent. The fence material is good. The whole equestrian setup is kind to horses, and I am delighted to be given the opportunity to work with talented young Egyptian riders. بنبسط قوي لما بعرف ان البطوله هنا في وادي الفروسيه لانه مكان مجهز جدا جدا جدا، في كذا ارض احماء، في اسطبلات على اعلى مستوى، تجهيزات البطولات حتى يعني انا بتكلم على مستوى دولي ومستوى يعني نقدر نقول كانه زي البطولات اللي بننزلها بره مصر. كل حاجه تمام، واحنا بنشكر وزارة الداخلية اللي هم عملوا لنا مكان كويس قوي زي ده. ويعد تنظيم وزارة الداخلية لهذه البطولة تأكيدا على اهتمامها بهذه الرياضة، وهو ما بدا واضحا في كافة التجهيزات بوادي الفروسية لضمان نجاحها فنيا وتنظيميا. التنظيم هنا هايل، حاجات جديدة كتير قوي، والاستبلات مريحة جدا، و الارض خلمه مرتاحه فيها كويس قوي، والارض التسخين كل حاجه كويسه. الاستبلات حلوه قوي، الخيل كلها مرتاحه جدا، والاراضي كمان مساعده جدا الفارس والحصان ان هم يأدوا احسن حاجه عندهم. ختام فعاليات البطوله شهد توزيع الجوائز على المراكز الاولى من مختلف الارتفاعات وسط اجواء احتفاليه وطنيه. تطوير وادي الفروسية ونجاحه في استضافة فعاليات هذه الرياضة يسهم بشكل كبير في وضع مصر على الخريطة العالمية لتنظيم منافسات رياضة الفروسية.